الحقيقة أنه هذا الأسبوع فقدنا مفكر وأستاذ وكاتب كبير أثرى بعلمه، المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات هتفضل بإذن الله كتاباته شاهدة على قدرته وإبداعه في تحليل وتشريح المجتمع المصري بعمق، هتفضل هذه الكتابات باقية وخالدة. رحل يوم الثلاثاء الماضي الكاتب والمفكر الكبير جلال أمين عن عمر يناهز 83 عاما. دكتور جلال أمين من مواليد 1935، وكان صدر له الحقيقة عدد كبير من المؤلفات، منها كتاب وصف مصر في نهاية القرن العشرين. الكتاب ده طبعا كان بيقدم تصور بارع للي وصل إليه المجتمع في نهاية القرن العشرين في كل النواحي، يعني في الاقتصاد، في السياسة، في الثقافة، في الإعلام، الشارع المصري، مفرداتنا، عولمة القهر اتكلم عنها برضو. ليه كتاب أيضا من مؤلفاته وماذا حدث للمصريين، السؤال اللي احنا بقالنا سنين بنسأله الحقيقة، واحنا حصل لنا ايه؟ هو احنا الناس بتوع الخمسينات والستينات، الناس الراقية كده، دي راحت فين؟ واللي موجود دلوقتي موجود ازاي وبناء على ايه؟ كل ده الحقيقه نتكلم عنه. كان كتب كتب، يعني كتب العديد من المؤلفات وحاجات بتشرح التغير الاجتماعي والثقافي اللي حصل في مصر للاسف الشديد. رحم الله فقدنا الدكتور جلال امين، وعزقنا لاسرته ولكل محبه.